ايه احسن الكويتيين بس يلعبون زلدة، لانها يلعبون زلدة ويلعبون سامس فلا. This is worse in this game. فهمهم عندهم راشد. من راشد؟ الأبي مالهم. من راشد؟ الأبي الأبي. اوكي. اوكي اوكي طب دومبي دومبي لا. شورت وين التناول كومبو مالهم؟ شو؟ اوكي نشوف شو بيسوون. سنايك ستيكينج اثناء هم الاثنين بياخذون ليد يمكن او عندهم ليد الحين ها. اوه اوه ما اس دي فروم كيلكس. لا لا ايه فروم كيلكس سوري بس خلص قبل فاضي. ايه بس تعرف سايد ايفنت اوكي بس يعني واحد على الاقل تعرف واحد نفس الوقت انه اذا الدبل بيخلص اسرع، السنجلز كلهم يكونوا مشاركين في السنجلز. ليش ليش ما؟ اظن شكلها ذير ان دينجر. في حد بنى النيتف كاركتر الاسماء. انا طلع لي ثلاثين اول مره العب ثلاث. وبستا وسط تعرف موفمنت كله موجود يعني. عارف كيف اتحرك واسوي واجيب واضرب عارف كيف تسوي مين ايه عارف كيف اسوي ايه وعارف كيف اسوي اب اب وسيستك اب يعني تعرف ما حتى انت جاي رفنو طلع عليك في ال ايكو باوزر طالع ايكو باوزر وصل كم مقام؟ سابع خسرت على سواح انا غلطتي اخترت ايك على ضده ايه كم تم باوزر؟ قلت جيم مع باوزر. طلع لي مارك. حسيت انه اوكي مارك. مش يعني ليش ما تبادلنا؟ انا ليش ما من الصبح من الصبح العب مارك. بعدين يوم دخلت البطولة انا عادي اتبادل مع ار كي بي باخذ ميسرو فايدر عنه. لكن هذا غش. ايه لان عنده سكندري موني ها. متى نايت صح؟ لا ميسر هو كان عنده متى نايت وميسر فايتر يا اخي متى نايت اسوي لي حركات ما اقدر نفس ماش ماله ما اعرف كيف اتصرف فيها ما اعرف كيف اتصرف فيها هو اللي هو يتشرجها مره واحده يهتها تطلع فريم 1 اوه الحين ابير ايه الحين بنشوف ابى اشوف السماش فور تشيز داش اتاك اب بي راحت اوكي جيم 1 فور جيم 1 فيكتوري فور قاعد اقول له بيسوي حاول يسويها اقول لازم الاثنين يغيرون في فوردم هم وين ذي شنار في دبل سامس خلي جانون وكورن يا يمكن الاثنين يبدلون كيلكس يلعب بيو كيلكس عطى اي شخصيه عادي Let's go! ايه سمعت سناك visibly خلاص قال تراها تراوتايز سناك بارت 1 اوميجا شو عمل هذا هو شنو ليش كنا بنعمي انا اذا حطيته اف دي ليش بتعمي؟ لا 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 ليش بلاتينو ستامبل؟ ستيتش خايس اوكي دبل فالكنز الحين الحين من ذا يو اي متى ضد سناك مارشال كابتن فالكن مني ما كان وايد قوي صح؟ لا 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 هيز واي بيتر ان ذيس جيم من التمت هو توب 15 ايوه يا الله توب 15 كونتندرز ور لويجي اند بيتش لكن بيتش ما عندها ترن اب ترين ايه بس ترن اب ترين الحين مخلي بيتش قوية قبل كان عندها زونينج سترونج زونينج تو اوكي اوكي
اوه هي جت روك هي جت روك سماش هي جت كيلد باي بيس 20 باور موف. لا بس ريج حتى لو نيو جاستس اوكي وي كان بي مود اه ايش بيسوون؟ اخي والله انا قاعد اطالع سماش فور ولا افهم شو اللي قاعد يسوي مني. هلا شوي فاهم منه. ما فاهم شيء. وين يميز؟ هذا السؤال. كيف يقدرون يمرون من بعض؟ شو السالفة؟ اير بلتس مثلا. اوه. والله كلاسيك ما ادري عنها كلاسيك ولا لا. فهموني انا ما يعطون مات فالك مات كيلك مات شيء الحين اوكي كامبو انت كامبو اندر اوكي رابتو بيس هيب شيء بيكون غالي اوكي بقدم فور ذم ياخذون ادفانتج لازم يطلعون تشارزارد لا بيسوي يعني بيسوي شيف ستوب بعده بيكون سيم سيتويشن اوه لا والبس بيه الريست او بيه ذي الفكرة توين هذا دونت كونت ذا موت يعني صراحة جيم في جيم بس تذكروا كيف يلعبون شوية اللعبة وخلاص فازوا مع انه يعني كان الفريق اللي هم يلعبونه شويه غير اوكي اوه كم هو ما اعرف هذي يا الله واحد رابتر حسب زي رابتر بوست انا الحين بس اتريث عنك اوكي الحين لا قلت لا طلع مارشي خلاص they might win they might have a chance هذا طلعوا واحد بس يعني طلعون عمارهم شوف في داون تلت من تشارزر وداه صوب الثاني قبل شويه قول اتش دي ار والله اتش دي ار كان توك اباوت مونت لان يمكن نينتندو مسكونه او شيت فورد الحين اتس ماي بي ذا اند اوكي الحين اوه ريست لا ريست هلا جراندز ريست ايبو مي برون حد يلعب ميز ما بلازم مي برون ما بيسوي يقدر داون ثرو ابي لا شو بعد داون ثرو ابي ينفع مني؟ ايه تربر بس ما يشتري تربر ولا؟ ان اف تي يشتري 80 مع رينج يشتري 80 ويا رينج ابي زين قلت ما تشتل 60 بدون ريج ما يهمني سو هوز ذا ريل وينر لكن الصغير يقتل 50 او 40 ابدي لكن بعد اوكي الحين غير كلاود ايه قالوا بتلعبون بروكن بنلعب بروكن كلاود شو بيسوي فاني موف ايه الفاني موف ماله النير قصده كل شيء غش عنده هو شخصية غش انا اللي اذكر انه عنده مليون ليمت ما ينتهي الليمت ما يخلص صح تقدر تسيبه السبايك نمبر 2 والنير ماله والفير والهيريلز ماله كبر القفعة النير وايد اقوى بس اللاندق عنده لاندق اب اف صعب تنزل ضده ايه ما فليش ال بس كروس فلاش ما اعرف عنها أصلاً قوية طيب. أوكي. السالفة طيب إن النير أحسن بوايد.
تغطي والنفس الوقت تفوق. اوه انا رجال كوانا سمعت سنايبر مونكي عندك ابر غش يعني في شخصيات هو يسوي شوت شوت ابر اوه فلير بلتز سحان سوفاك بانش اه حسن اوكي he's in trouble انا نحطي حد كيلتس وهذا حلم من كويت كويت بغض امارات لا لا ركبي ينحسب امارات خلاص اوه شيت اخيرا after he took a stock اوه لا لا there might be in trouble بياخذون stock عطني شير مشكلة درنان disadvantage جيدا اوه ارجعوا جانن ليتس اوه حتى في التمت 57 اثنين ما اعرف بتعرفون كيف كيركس يتحرك انت لو تشوفون يسوي كيف يسوي داش بيرفكت بيرفكت صح؟ ابي 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 نشوف ابي ثاني نفس نفس الشيء بس مو بكل شخص يقول هاي صار داش انك تسوي داش في نص الداش تسوي الداش مع ثاني نفس الصوت بعدين كيف فريم ثاني تسوي صوت ثاني بس هيك يعني كيف في كي في تسوي يعني بالك وقت النص اوكي اوه كان تراب تراب هذا جيمر موف ذا التيميت جيمر موف ويل ذس بي اوفر اند The Smash 4 Champions will be the Snake and Mars. أبي غيره مع مرة ثانية. غير جانن. Please. بدنا نشوف جانن. روزا. الحين فاير اب. DLC. Top tier versus high tier and high tier versus low tiers. اوكي دي ال سي 599 فور ذا وين او صح كذا باقي انت هذا ايش كرم شو كان بوكن عندها؟ كاونتر الكاونتر سووا له نيرف كان يذبح كان يذبح بعض الشخصيات على الصفر ليترلي على الصفر مينونه والحين يقتلهم على 90 بس انه كان السايد بي بيسنج الباك اير بيسنج فور دي كان تركب على الفور دي الابير كان مع ريج الابير تذبح على 60 بسهوله يعني سوى لها نرف كبير ولا؟ سوى النرف اكثر شيء حق الكاونتر لان السنايبر ترى ماتت يعني ما يعني ماتت بعدين سووا النرف حق باينتا خلاص تروح ماتت سووا باتش بس سووا النرف حق باينتا بس مع انك كانت ميتة من زمان لا لا طردوها يعني ليش ما يسوون باتش بطلون السايز مال ميز ويخلون اللي يقل لا بس يعني كانت كان في فترة يعني يا عندك بياناتها يا ما تلعب اللعبة يعني ان كاونتر بلاي كان صعب بس ان في ناس كانوا يقولون ان كلاود وبياناتها اذا عندك كلاود وعندك بياناتها يعني هاي شخصيتين بس نفس الوقت ان في ناس كانوا يعرفون كيف يعملوا بايونتا لان نيوترال ما بايونتا مو بوايد قوي مو بوايد وايد ايه فمثلا بيكاتشو كان يسوي اوكي مارت كان يسوي وايد اوكي مو بايونتا انا ما يعني مارت شو وضعه مني هاي كير صح؟ ناكي يقول لك توب 5 ايه انا ما اشوف انه توب 5 هو لا بس هاي اللعبة فيها كومبوات مثلا ما تركب على كل الشخصيات هي تعتمد على على كل فاست فول ولا لان في جرابز ويت ديبندنت ايه يعني مارت عنده مثلا ثرو كومبوز داون ثرو اب يعني احلى بباينتس ايه بس مو بعد معظم الشخصيات مو ثرو في يعني كان فيها اشياء هاي بس انك كلاود كان بروك
باينتا كانت بعدين عندك ديدي كونج اللي عنده موزا. ديدي كونج مو كان يعني توب 3 بلاش زيرو كان يفوز ريداكتد ريداكتد ان شاء الله رباط ما اعرف ما ريداكتد احد يكمل ما كو ما تذره الحين بيسكلي في ماد والله او تورم يعني قرب سكرس شيل جول تيمين انت بيسكلي ايفن صح المشكله تشارزر دري تشارزر عنده ريش سوس كلاود شوف كيف لا كلاود لا حتى يعني ما ادري Will this be over؟ أحس حتى إذا كان في ألتمت يعني مع النرف تريج نفس الشيء. شي حاولت تمون كومبو؟ في ألت يشتري 70 هني شوي الباكر أوه جي جيز جي جيز جي جيز فور سناك ان مارشسان فور وين إبس أوف سماش 4 الباكر مات هني وايد معاهم صراحة ليش؟ فيها تبر مدري شو؟ في اتبر بس ان تشد الهيت بوكس وايد غريب شي يضرب على التحات يعني شي احيانا تحس ما بتنضرب تنضرب جي جيز جي جيز جي جيز خلصنا البطولة اخيرا تو سايد ايفنتس تو سايد شكرا شي مال عافية تو سايد ايفنتس وان سينجلز يلا مع السلامة هذا عندنا نحن الفايز عنا الفايز هو سناك